بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نتربى من مائدة القرآن الشيء الكثير، فالقرآن مدرسة. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وقال: وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. من أهم المعاني التي نتربى عليها من خلال هذا الكتاب العزيز معنى التوبة إلى الله تبارك وتعالى. هذا المعنى يتجلى في عدة آيات، ولكن نقتطع لمقامنا هذا جزءا من آية من سورة البقرة. قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يعنينا الحديث عن التوابين. فالتوابون أيها الأحباب الكرام على ما عندهم من ملمات هذه الحياة وما اقترفوه وما جنته أيديهم، عندهم أمل يتملك قلوبهم ويتربع على سويدائها بأنه لا بد أن يأتي يوم يكفون فيه عن معاصيهم، لا بد أن تأتي لحظة قبل الموت ترشدهم إلى ربهم وتعيدهم إلى صوابهم وتنهج بهم نحو الجادة. إن الله يحب التوابين. التوبة أمر واجب على كل مسلم إذا ما اقترف إثما أو جنى مخالفة أو فعل معصية تجاه ربه سبحانه وتعالى. ومن منا لم يخطئ في هذه الحياة؟ من منا لم تذنب له جارحة من جوارحه؟ العينان تذنبان، وذنبهما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم زنا، زنا النظر. واللسان يذنب، والأذنان تذنبان، واليدان تبطشان، والرجلان تسعيان نحو الحرام. فكل جارحة من جوارح الإنسان لا تسلم من الوقوع في الخطأ. ولكن أين التوابون الرجاعون الأوابون إلى الله تبارك وتعالى حتى يستجلبوا محبة الله لهم؟ إن الله يحب التوابين. يحب التوابين بأن يبعدهم عن المعصية فلا يفكرون فيها البتة. يحب التوابين بأن يجعلهم بعد الإقلاع عن الذنب في ندم وحسرة وتأسف على ما فات، يتأسفون على ما فات لأنهم يدركون أن الله الذي خلقهم يراقبهم، ألم يعلم بأن الله يرى؟ يحبهم لأنه سبحانه وتعالى يوفقهم في حياتهم بعد أن يعرف منهم لذة التوبة وحلاوة الطاعة. يحبهم فيسترهم على ما كان عندهم من المعاصي مهما بلغت عنان السماء أو قراب الأرض. يحبهم لأنه في عونهم يسمعهم ويراهم فيعينهم ويوفقهم ويسددهم ويثبتهم حتى قبل الممات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، مما يحكى من قصص بني إسرائيل كما ذكر ذلك ابن قدامة المقدسي في كتاب التوابين، أن بني إسرائيل وكان عددهم 60,000 كان عددهم 60,000 جاءوا إلى موسى عليه السلام يطلبون منهم أن يستسقي لهم ربهم، فإن القطر قد انقطع من السماء، فوعدهم في موعد وعلى أرض صعيد. فلما جاءوا أخذ موسى يناجي ربه ويستغيثه، ولكن ليست ثمة نتيجة إيجابية، ليس هناك مطر. فأخذ موسى يكلم ويناجي ربه بينه وبينه
يا رب دعوتك واستغثتك فلم تغثنا. فيخاطبه الله عز وجل: يا موسى إن فيهم، أي في بني إسرائيل، رجلا يبارزني بالمعاصي منذ 40 عاما، بسببه منعتكم القطر من السماء، مره فليخرج من بينهم. فالتفت موسى إلى بني إسرائيل وخاطبهم وبين لهم السبب في ذلك، فأخذ الناس كلهم ينظرون من هذا المجنون الذي يقوم من بينهم ويذبح نفسه لأنه يعصي الله عز وجل منذ 40 عاما. فلم يعثروا على أحد. حينها أدرك العاصي الذي كان قابعا بينهم أنه هو المعني وهو المقصود، فأخذ بردائه ووضعه على رأسه من بين هذه الآلاف المؤلفة، وأخذ يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة ويبكي الدموع المدرار على الوجنات، حتى امتلأت السماء بالغمام ونزل المطر. فاستغرب موسى وأخذ ينادي ربه: يا رب يا رب، طلبت منهم أن يخرج أحد فلم يخرج، والآن تنزل القطر من السماء. فقال له: يا موسى، إن الذي بسببه منعتكم القطر من السماء بسببه أنزلته إليكم، بسببه أنزلته إليكم. عندما يعلم الله عز وجل في قلبك النية الصادقة والعزيمة الوثابة، عندما يعلم حقيقة العزم هذه في العودة إليه سبحانه وتعالى، فإنه معك، يسمعك ويراك ومطلع عليك، ويؤيدك وينصرك ويوفقك. فقال موسى: يا رب دلني على عبدك التائب هذا، دلني عليه. اسمع ماذا يقول الله حتى تعرف أيها الأخ وأيتها الأخت أن الله فعلا يحب التوابين، ومن محبته لهم أن يسترهم فلا يفضحهم. يقول الله لموسى: ما كنت لأفضحه وهو يعصيني، أفأفضحه وهو يطيعني؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من التوابين المتطهرين حتى نستجلب محبته.